اتخذنا بديل واتخذنا فريق زهران، هل سلطات الدولة دي هتتعاون معاه؟ الجيش هيتعاون معاه؟ ببساطة وعلى بلاطة بصراحة، مثلا ده سؤال مطروح. أنا ردي بسيط جدا، هو الجيش ما تعاونش مع الشعب المصري لما الشعب المصري نزل عشان إسقاط مبارك؟ الجيش اتعاون مع الشعب المصري لما الشعب المصري قرر إسقاط نظام مبارك. هو الجيش ما دعمش الشعب المصري لما الشعب المصري نزل عشان إسقاط نظام مرسي؟ لا، الجيش لما الشعب المصري قرر إسقاط نظام الإخوان نزل وقف مع الشعب المصري. الجيش المصري عمره ما وقف ضد إرادة الشعب المصري. ولو الشعب المصري اختار التغيير، لو الشعب المصري اختار فريق زهران رئيسا للجمهورية، الجيش هيتعاون مع فريق زهران.